اجتذبت حديقة فين بارك، وهي حديقة خاصة في دبي، العديد من مشاهير العالم العربي والغربي إليها، مثل ليونيل ميسي، باريس هيلتون، غيرهم الكثير. الحديقة تضم أكثر من 400 حيوان، وهي خاصة يملكها الإماراتي سيف بالحصى. شربل أبو ديوان خاض هذه التجربة وزار الحديقة وعاد لنا سالما سليما، ما أكل لا نمر ولا أسد. شوف هذه المشاهد ليست مقتبسة من أحد الأفلام الهوليوودية، إنها حديقة الفين بارك الخاصة في دبي، والتي تقدم تجربة فريدة من نوعها. ليونيل ميسي، مالوما، محمد رمضان وغيرهم من مشاهير العالم الغربي والعربي زاروا هذه الحديقة. خليها في حالها حالها، مش هبر شكلها شكلها، انا عارف انها هترجع تاني بمزاجها. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الحديقة الخاصة التي يملكها الإماراتي سيف بالحصى تضم أكثر من 400 حيوان. الحديقة توفر لك تجربة اللعب مع العديد من الحيوانات. فريق صباح العربية خاض هذه التجربة. الهزيمة أمام النمر في لعبة شد الحبال كانت تحصيل حاصل لا محالة. سيف بدأ بجمع الحيوانات من حدائق الحيوان الخاصة الأخرى التي تم أهمالها منذ أكثر من 10 سنوات. وتضم حديقة الحيوان فين بارك الخاصة الأسود والنمور والفهود والزرافات والدببة والغوريلا والشمبانزي والأسد الإفريقي. التجربة في حديقة الفين بارك تتطلب قلبا قويا وشجاعا، وتعلمك فن التواصل مع الحيوانات بطريقة أليفة. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو سيف أحمد بالحصى صاحب الحديقة. أهلا بك معنا في صباح العربية. يعني كنت أتمنى أزور الحديقة مع شربل عشان نشوف. أيوة والله أنا أتمنى تزورها زميلتي. طال عمرك، إحنا حاضرين نحطها ويا اللاجر نشوف منه اللاجر. أيوة خلنا. يعني الفكرة جت إزاي؟ يعني بما إنه عمر الحديقة 10 سنوات. نعم. بدأنا بالخيول وغيرنا الاتجاه، كلمنا عن هذا. يمكن تابع الأخبار طال عمرك. أنا عندي هاي مزرعة خيول، أنا أخذت يعني عندي مجموعة الخيول، تربية الخيول العربية، كنت أشارك في بعض الماراثونات وتربية الخيول والفلاتريس. فمن ثم جاتني إحساسية سبحان الله من الخيول، فاتجهت لبعض الحيوانات اللي هو أسد الصغير أذكر عمره 25 يوم، أحد من الأخوان أعطاني إياه فاشتريته هاك الوقت، هذا كان قبل 10 سنوات تقريبا. فأصبحت عندي كبر الأسد وجبت له أنت وابتديت أستثمر فيها وعجبتني الشغلة، فحبيت أن أنا كاثر الحيوانات وحافظ عليها. استثمار ولا شغف؟ لا هي مش شغف وليس استثمار، لا هي بالعكس، هي مش اسمها هي استثمار خاسر. أنا تاجر، فبالنسبة لي خسارة، والمحاسبين دائما يحاسبوني أن أنت تخسر يعني. لكن الواحد يربي طير يربي أسد مرة واحدة. وادين يقولوا لي لا، وادين يقولوا لي أنت إحنا عندنا كلب ونتعب من تربيته ونخاف منه. زين. طبعا هاي حيوانات لازم كنت تحافظ على السلالة هذه. فابتديت أنا أختار حيوانات مميزة وحافظ عليهن وكاثرهن، ويعني وأعطيهم بعض الحيوانات. يعني أنت مقسمها حيوانات مفترسة بصوب والأليفة بصوب؟ نعم. لا عندي حيوانات مثلا كرمت السبنان الواحد قسم خاص، الطيور خاص، الأسود والحيوانات المفترسة على جنبي، خاصة حاليا أنا أبني بيت وبسكن فيه، فطبعا لازم أن أنا أكون محمي نفسي. أكيد. طيب الأجواء حارة يعني في دولة الإمارات، يعني في فصل الصيف يعني بيكون درجة حرارة ممكن توصل ل50 درجة مئوية. صحيح. في هذه الأحوال كيف يتم الاهتمام بالحيوانات؟ هل كل الحيوانات يعني اللي فيها تتأقلم مع هذه الدرجات؟ طال عمرك كل حيوان موجود عندي إذا كان طيور ولا كلهم حاطين مكيفات خاصة بدرجات حرارة. يعني شكل ما ذكرتي أنت درجة الحرارة توصل 50 وأكثر حتى. فطبعا في البداية أول ما ابتديت يمكن قبل 9-8 سنوات
بديت أخسر بعض الحيوانات. طيب. فعقب عندي أي حيوان حتى الطيور اللي هي يمكن هذاك حتى الحيوانات اللي هي إماراتية متعودة على الجو لكن لازم نحط له وقت الصيف مكيفة. طيب اليوم في جائحة كورونا في البدايات رأينا بعض الفيديوهات إنه والله في كثير من حدائق الحيوان في العالم أهملت بسبب إنه ما يقدرون يتواصلون ويا هذه الحيوانات خاصة والبعض ما يقدر يطعمها فبالتالي ماتت. هل استغليت هذه الفرصة بأنه تجذب حيوانات جديدة ولا أنت أيضا عانيت من مشكلة؟ أنا طال عمرك يمكن البلد كانت مفتوحة قبل 10 سنوات فأنا ابتديت أخذ بعض الحيوانات الموجودة في البلد. بعض الناس اللي هي تعاني عندها حيوانات وبتلقى الإيد مقصوصة الرجل مقصوصة فابتديت أنا أجيبهم وكاثرهم عندي. هذا يعني الموضوع صار 10 سنوات فمعظم الحيوانات اللي موجودة عندي صعب الحصول عليها في الوقت الحاضر. فأنا كاثرت. زين 2020 شلون تعاملت ويا هذه الحديقة مالتك؟ لأن قاعد أقول لك حدائق حيوان أقفلت أبوابها. طال عمرك أنا تاجر. إيه. فيبقي لازم إمكانية وصرف على الموضوع هذا. أنا يعني يوميا أطعم الحيوانات حدود تقريبا يعني شو أقول لك 200 إلى 230 كيلو يوميا للحيوانات فقط. فهي مصرف جدا قوي. إذا الواحد ما يقدر صعب إنه يعني يدخل في الموضوع هذا بس هو شغف وحب للحيوان هذا يخليك أنت تنسى تكون ميزانية خاصة. رونالدو متى راح يزورك النطرة؟ يعني لما قهر من ميسي. بس أسأله كتير أسئلة. طال عمرك إحنا نقول دائما ميسي اللي هو يعني بنفسه إجا. أنا الحمد لله حطيت اسم المزرعة على خارطة الإمارات وخارطة دبي. أي واحد يبغى يدخل على على الإمارات قبل بأسبوعين ثلاثة لا بد إنه يعني بيعطش لي مسج وأحد الوكلاء موجودين يقول لك فلان بيجيك. طيب. هذا بالنسبة لي يعني مكسب وأعتقد أنا أكسبت سمعة جيدة. يعني فهم منك إن هي مش للجميع هي فقط للمشاهير. مو بالجميع طال عمرك مو بعشان إحنا نقول بعض الأوقات يقولون هذيل الفقار يعني ما يجون والمو بالجميع المقصد منها أنا ما أقدر يعني أنا عندي تنظيم مدربين تنظيم مدربين وو فأنا عندي عدد كافي من الأشخاص اللي أقدر حاضر وبعدين عندي على المشاهير هي مليانة بشكل دومي. أنا اليوم عندي مثلاً عندي براك اللي هو المطعم يسوي الكناف وهذا عندي في المزرعة يومياً عندي حد من الضيوف هذاك اللي يضيفون شيء لدبي ويضيفون شيء في نفس الوقت للفيم بارك. أغلى هذه الحيوانات الموجودة عندك في كلهم غالية طال عمرك كلهم أغلى واحد أغلى واحد يعني وكمان اللايجر أنت بتقول إنه هو خليط أو مزيج ما بين الأسد والنمر. صحيح اللايجر طال عمرك هذا الأبو أسد أبيض والأم نمر وهذا مب أنا عملته هذا بالعكس هذا كان الأسد كان عند لبوة وعند التايجر الصغيرة فكبروا مع بعض فكاثر من الاثنين فأصبح اللايجر يعتبر أضخم وأقوى طبعا يعني هذه فصيلة هي لأن هذا مثل اللي يعتبر تربريد ما يتكاثرا لما ذاك فأنا عندي 4 حبات ومن عرفت أنه ما يتكاثرا قلت له لا ما أبغي أكاثر فيهن فابتدا يعني الناس اكثر من الناس لما يجون انا اخليهم يشدوا الحبل على اساس ناوي قوه الحيوان هذا وليس مجرد انه لا قوه الحيوان هذا لو انت مسك الاسد هذا واللايجر مستحيل تطلع من عنده حتى لو 9 اشخاص يسحبونك ما تطلع. انا اشوف اني ما راح ازورك بالبلبل لا لازم لي قواك الله يا استاذ سيف احمد بالحصه صاحب الحديقه شكرا جزيلا لك عفوا الله يسلمك عسى الله يزيدك ويبارك لك ان شاء الله ان شاء الله والله يوفقك يعطيك العافيه ان شاء الله شكرا.